بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وإله الطيبين الطاهرين وصلنا بكم أعزائي طلبة السادس العلمي بفرعيه الأحيائي والتطبيقي إلى الجزء العاشر من سلسلة محاضرات القطوع المخروطية وتحديدا في القطع الناقص وسنتحدث في هذا الجزء عن الأسئلة الوزارية التي لا توجد بشكل مباشر في الكتاب ولكنها كلها منهجيه وبعض الاسئله تحمل افكار مركزه اذا تابعوا هذا الجزء بدقه لانه جزء مهم جدا وسنكون معكم مع جميع الاسئله الوزاريه لموضوع القطع الناقص والقطع المكافئ تحديدا ولمده ربع قرن تقريبا من الان والى 25 سنه سابقه تقريبا اذا كونوا معي اعزائي سؤال 2012 دور ثاني احبتي جد معادله القطع الناقص الذي مركزه نقطه الاصل وينطبق محوره على المحورين الاحداثيين ويقطع من محور السينات جزءا طوله ثمان وحدات لو اجي اراجع القطع الناقص والامور اللي اخذناها بالقطع الناقص اتفقنا بان القطع الناقص ربما يكون بؤرتاه تقعان على محور السينات يعني معناها افقي وربما تكون بؤرتاه تقعان على محور الصادات يعني معناها عمودي. زين هنا الجزء المقطوع من محور السينات يمثل 2a وهنا الجزء المقطوع من محور الصادات السينات عفوا يمثل 2b يعني من اقول لك قطع ناقص يقطع من السينات ثمانية ومن الصادات ستة راح تقول لي التو اي تساوي ثمانية 2 بي تساوي ستة والبؤرة تقع على محور السينات اذا قلت لك قطع ناقص يقطع من السينات ثمانية راح تقول لي اثنين بي تساوي ثمانية لان اذا اقول لك يقطع من الصادات 12 اذا راح تقول لي التو اي تساوي وال2 بي تساوي ثمانية والجزء المقطوع من محور السينات يمثل التوبي إذن اذا اذا اعطيك اياها اثنيناتهم الجزء المقطوع من محور السينات والجزء المقطوع من محور الصادات بالتاكيد الكبير يمثل تو اي والصغير يمثل التو بي الكبير وين موجود اذا على السينات يعني البؤره على السينات واذا كان موجود على الصادات البؤره على الصادات هذا ما تحدث عنه المنهج يعني لو ترجع الجزء السابق عرضت عليك هنا أسئلة الكتاب أسئلة الكتاب واحد من الأسئلة يقول لي يقطع من السينات ثمانية ومن الصادات 12 إذا الأمر محسوم إذا السؤال اللي إجا بالوزاري قال لي يقطع من السينات ثمانية وسكت ما قال لي الجزء المقطوع من محور الصادات إذا هذه العبارة تعني احتماليا أقول له ربما اثنين اي تساوي ثمانية معناها الاي تساوي اربعة او ربما اثنين بي تساوي ثمانية يعني معناها البي تساوي اربعة اذا هذا معناه اما او اذا الملاحظة تكون باحتمالين السؤال يكون باحتمالين الا اذا وجدت معلومة ترجح احدهما من اجي اكمل قراءه السؤال يقول لي ومساحه منطقته 24 باي وحده مساحه اذا شنو قانون مساحه القطع الناقص مساحه القطع الناقص هو اي بي باي زين ده يقول لي 24 باي يعني معناها اي بي باي تساوي 24 باي من اختصر الباي ويا الباي راح يصير عندي الاي بي تساوي أربعة 24 زين شلون راح افكر بالحل النموذجي راح تقول لي مره اعوض مكان الاي أربعة واحسب البي ومره اعوض مكان البي أربعة واحسب الاي من اللي راح يطلع لي اي اكبر من بي اقبله اذا شو راح اقول هنا راح اقول اذا كانت الاي تساوي أربعة يعني معناها راح يصير أربعة بي تساوي أربعة وعشرين يعني معناها البي تساوي ستة زين تقبلها أنت الأي أربعة والبي ستة تقول ما أقبلها إذا هذا راح أقول عليه يهمل ليش؟ لأن في القطع الناقص يجب أن يكون الأي أكبر من البي دائما زين إذا هذا الاحتمال سقط زين أو إذا كانت البي تساوي أربعة يعني راح يصير أربعة أي تساوي أربعة وعشرين يعني معناها الأي يساوي ستة هذا قبله إذا هذا من اللي اشتغل بهم هل هو تو أي لو تو بي إذا هذا قلت عليه يهمل إذا معناها التو بي تساوي ثمانية وبالتالي فإن الجزء المقطوع من محور السينات يمثل المحور الصغير اذا ايش اقول هنا راح اقول بما ان المحور من هو المحور الصغير ايش هذا يقع على محور منو على محور السينات اذا فان البؤرتين شنو اذا بالتاكيد فان البؤرتين يقعان وين اذا يقعان على محور الصادات وإذا كانت البؤرة على يعني الصادات الأي تساوي ستة البي تساوي أربعة يعني المعادلة واي تربيع على ستة وثلاثين زائد أكس تربيع على ستة عشر يساوي واحد عزيزي ماذا لو قال لك مساحة القطع الناقص هنا ثمانية وأربعين باي مثلا راح يصير عندك الأي بي تساوي ثمانية وأربعين راح اقول اذا كان الاي يساوي 4 يعني ايش راح يصير عندك راح يصير 4 بي تساوي 48 البي تساوي 12 اذا هنا هذا مستحيل اذا كانت البي 4 الاي تساوي 12 اقبلها وراح يكون نفس الاسلوب زين اذا قال لك مساحه القطع الناقص 12 باي شو اقول له هنا راح يصير الاي بي تساوي 12 اقول اذا الاي 4 البي راح تطلع 3 هذا الاقبلها وإذا كانت البي أربعة الأي راح تطلع ثلاثة هذا راح أرفضه راح أقول إذا المحور الكبير يقع على محور السينات إذا البؤرتين تقعان على محور السينات أيضا وراح أكتب قانون السينات وأعوض تعويض مباشر راح نرجع وياكم إلى الموزابوك حتى نشوف سؤال ال 2014 دور رابع عنبار عن ايش يتحدث إذا ارجع وياي إلى الموزابوك إذا كما وعدناكم أعزائي القطع الناقص 2020 وجزءه العاشر وهذا الجزء سيتحدث عن الأسئلة الوزارية الخاصة بالقطعين الناقص والمكافئ فقط ولأكثر من 25 سنة سابقة والسؤال الوزاري الأول الذي تم شرحه قبل قليل أو قبل أن أبدأ بالسؤال هذا أقول لكم أن سؤال 2003 دور أول كان من الأسئلة السهلة جدا وقطع ناقص معادلته اكس تربيع زائد أربعة واي تربيع يساوي أربعة جد طول محوريه وإحداثي رأسيه وبؤرتيه إذا القسمة على أربعة المقام الكبير سيكون هو الأي تربيع والمقام الصغير بي تربيع والعملية ستكون سهلة جدا السؤال الثاني الذي شرحناه قبل قليل على السبورة الاعتيادية وهو من الاسئله الوزاريه عام 2012 دور ثاني وانقل لكم الحل التفصيلي مطبوعا لهذا السؤال لكي تكون الفكره متكامله عندكم اعزائي وننتقل معكم الى السؤال الاخر كما وعدناكم وهو سؤال 2014 دور رابع انبار ولاول مره في الامتحان الوزاري يربط بين الفصل الاول والفصل الثاني إذا سنذهب إلى السبورة الاعتيادية لنشاهد الحل التفصيلي لهذا السؤال أهلا بكم أعزائي مرة أخرى سؤال 2014 دور رابع أنبار كان لأول مرة يربط الفصل الأول مع الفصل الثاني والسؤال فيه ثلاثة معلومات المعلومة الأولى إذا كان E زائد دي يساوي 4 زائد 2I على 1 ناقص I إذا تساوى عددين مركبين فإن الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي ولا يمكن تطبيق هذه القاعدة إلا إذا كان كل من الطرفين بالصيغة الجبرية إذا هذا لازم نضربه بالعامل المنسب حتى أحوله إلى الصيغة الجبرية لاستخراج قيمتي E و D إذا هاي المعلومة الأولى المعلومة الثانية ده يقول لي إحدى بؤرتي القطع الناقص صفر دي يعني استخرج قيمة دي وعوضها راح تطلع السي القطع الناقص المعلومة الثالثة يقول لي طول محوره الكبير يساوي اثنين في مطلق الإي e زائد آي دي وتعلمنا سويا في القطع في الفصل الأول أن مطلق العدد المركب هو مقياس ذلك العدد يعني معناها الآر يعني معناها الجذر مربع الحقيقي زائد مربع التخيلي إذا السؤال حينها لا يخلو من صعوبة ولكن أفكاره إذا جزئناها كل واحدة وحدها راح تشوف أفكارها سهلة جدا إذا راح أبدي بالمعلومة الأولى إذا إي زائد آي دي يساوي شنو؟ أربعة زائد اثنين آي على واحد ناقص آي نضرب البسط والمقام بمرافق المقام واحد زائد آي إذا حاصل ضرب أي عدد مركب في مرافقه مربع الحقيقي زائد مربع التخيلي توزيع اعتيادي أربعة في واحد أربعة زائد أربعة آي زائد اثنين آي زائد شنو؟ زائد اثنين آي تربيع تتذكر الآية تربيع قيمتها سالب واحد يعني أربعة ناقص اثنين راح يصير عندي اثنين زائد ستة آي على اثنين يعني معناها واحد زائد ثلاثة آي هذا من هو هذا الإي زائد دي آي إذا تساوى عدديا مركبيا مركبين فإن الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي إذا معناها الإي يساوي واحد ودي تساوي ثلاثة أحذرك عزيزي بأن هذا السؤال من إجي وردتني اتصالات بعد الامتحان من بعض طلبتنا الأعزاء صار عند اشتباه بين الإيمال هذا السؤال وبين الإيمال اختلاف المركزي كل الاختلاف المركزي نسميه إي لكن مو كل إي هو اختلاف مركزي إذا هذا الإي ما له علاقة بالاختلاف المركزي نهائيا هسه المعلومة الأولى ده يقول لك جد معادلة القطع الناقص الذي إحدى بؤرتي صفر دي إذا راح أقول صفر ثلاثة هذه تمثل الأف بالقطع الناقص يعني هذه تمثل إحدى البؤرتين اللي هي البؤرة العليا يعني معناها السي تساوي ثلاثة وموقعها سيكون على محور الصادات إذا هذه المعلومة انتهينا منها المعلومة الثانية دا يقول لي اثنين اي يساوي اثنين في مطلق الواحد زائد ثلاثة اي الاي زائد اي دي هو واحد زائد ثلاثة اي اتفقنا بالفصل الاول قلنا المقياس يسمى ار يسمى مود زت ويسمى مطلق زت اذا هذا راح يصير عندي يؤدي الى اثنين اي يساوي اثنين في جذر مربع الحقيقي واحد زائد مربع التخيلي من هو التخيلي معامل اي يعني الاي ما ينذكر زائد تسعة اذا راح يصير عندي اثنين اي تساوي اثنين جذر عشرة اذا بالتأكيد ان الاي تساوي جد تساوي جذر عشرة صار عندي الاي معلومة السي معلومة حلال المشاكل استخرج قيمة بي إذا أي تربيع تساوي بي تربيع زائد سي تربيع يؤدي إلى عشرة تساوي بي تربيع زائد تسعة يعني معناها البي تربيع تساوي واحد البؤرة تقع على محور الصادات إذا المعادلة ستكون واي تربيع على أي تربيع عشرة زائد اكس تربيع على بي تربيع واحد يساوي واحد اذا هذه هي معادله القطع الناقص المطلوبه اذا اعزائي هذا السؤال لاول مره اجى بال 2014 وتكرر مره ثانيه عام 2018 دور ثاني احيائي داخل العراق اذا رجعوا وياي إيه الى الموزابوك حتى نشوف ايش وقت تكرر هذا السؤال وشنو التغيير اللي صار. بهذه الفكرة. انقل لكم اعزائي الحل التفصيلي لهذا السؤال بشكل مطبوع، ارجو ان تكون الصورة واضحة لديكم والار والمطلق زت والموت زت هو جذر اكس تربيع زائد واي تربيع اي ان مقياس العدد المركب ممكن نسميه ار ممكن نسميه مطلق زت ممكن نسميه موت زت وسنذهب إلى العام 2018 دور ثاني داخل العراق للطلبة الأحياء وشوف السؤال شلون جابوه بنفس الفكرة تماماً يعني هنا ده يقول لك دع الزائد اي على واحد زائد اثنين اي يساوي دي زائد اي اي وجد معادلة القطع الناقص الذي رأسه نقطة الأصل وإحدى بؤرتيه أه وإحدى بؤرتي صفر اي، إذا كان هذا السؤال أعزائي في وقتها هذه الكلمة كان فيها إشكال وهو مو رأسه نقطة الأصل، هو مركزه نقطة الأصل بدلاً عن رأسه نقطة الأصل يجب أن يذكر يجب أن يذكر في السؤال أن ماذا؟ أن مركزه نقطة الأصل وليس رأسه نقطة الأصل، المهم إحدى بؤرتي صفر اي والإي أقدر أستخرجها وطول محوره الكبير هو 2 في مطلق الدي زائد اي اي. E. اذا الحل موجود امامكم اعزائي ان شاء الله تستفيدون من عنده وننتقل الى السؤال الاخر وهو من الاسئله المهمه جدا جدا جسر على شكل نصف قطع ناقص المسافه بين نهايتي قاعدته 24 متر وارتفاعه 9 متر، جد ارتفاع الجسر عند النقطة التي تبعد عن بدايته 6 متر ارجو ان تنتبه بشكل جيد جدا لهذا السؤال لانه من الاسئلة التي سببت احراج لكثير من الطلاب رغم سهولته اذا وياي للاستماع ومشاهده الشرح التفصيلي لهذا السؤال 2014 تمهيدي اعزائي الطلاب كان سؤال مهم جدا، سهل جدا، صعب جدا. شنو سهل جدا؟ شنو صعب جدا؟ لأول مرة تنطرق هذه الفكرة بالامتحان الوزاري، راح تشوف حل السؤال سهل ولكن إذا ما مر عليك الفكرة أعتقد ممكن يسوي لك مشكلة. السؤال كما شاهدتموه قبل قليل من على شاشة الموزابوك يتحدث عن جسر على شكل نصف قطع ناقص اذا شنو مواصفات هذا الجسر خلي نشوف ونروح الى هذا الجسر ودا يقول لي بالسؤال جسر على شكل نصف قطع ناقص البعد بين نهايتيه 24 متر وارتفاع الجسر هو 9 امتار اول شيء الطالب راح يسالني يقول لي انت شلون عرفت بان هذا الجسر هو قطع ناقص افقي يعني هو ما قال لي البؤره على محور السينات قال لي البعد بين نهايتيه 24 متر وارتفاع الجسر يساوي 9 هو منه ارتفاع الجسر من مركز الجسر الى اعلى نقطه بالجسر اذا هذا يمثل 9 يعني معناها منا الى هنا هو 9 ومنا الى هنا يساوي 24 اذا هذه المعلومات اللي عندي بالسؤال زين الجزء اللي الخيال ما جسر بالماء هو هذه النقاط الاخضر الخضراء يعني معناها اذا منا الى هنا تسعه منا الى هنا ايضا تسعه حتى أكمل قطع ناقص يعني هذا كله 18 وهذا كله 24 زين اذا كان الجزء المقطوع من محور السينات اكبر من الجزء المقطوع من محور الصادات فبالتأكيد هذا القطع الناقص أفقي إذا من خلال هذه المعلومتين بالسؤال رح استنتج شغلتين أساسية الشغلة الأولى بأن التو أي تساوي تساوي 24 يعني معناها الأي يساوي 12 والشغلة الثانية ارتفاع الجسر تسعة متر يعني معناها البي تساوي تسعة إذا هذه المعلومتين الأولى والثانية بالسؤال وتم استنتاج قيمتي أي و زين إذا كانت الأي تساوي 12 والقطع الناقص سيني البؤرتين إذا معناها الرأسين شنو؟ راح تقول لي الرأسين موجب سالب 12 صفر يعني معناها الرأس الأول هو 12 صفر والراس الثاني سالب 12 صفر، يعني شنو معناها؟ يعني هذه صفر صفر، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11، 12، إذا هناك 12 وحدة بين مركز الجسر اللي هو نقطة الأصل مركز القطع الناقص والنقطة 12 صفر، إذا شنو الجميل بالسؤال؟ يقول جد ارتفاع الجسر في النقطه التي تبعد عن بدايته سته 12... امتار جد ارتفاع الجسر في النقطه التي تبعد عن بدايته ست امتار واذا قال لي اربعه وعشرين وحده راح يقول لي ست وحدات اذن على كل من اجي احسب واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته وصلت الى هذه النقطه هذه النقطة شنو الإحداثي مالتها؟ الإحداثي مالتها 6 صفر إذا من دا يريد مني ارتفاع الجسر يعني معناها دا يريد مني هذا دا يريد مني هذا زين أي نقطة تقع على القطع الناقص تمثل إكس واي تحقق المعادلة القيمة إكس هي 6 قيمة إكس تساوي 6 وقيمة واي هي المجهولة اللي تمثل ارتفاع الجسر هسه صار عندي الاكس معلوم والاي معلوم والبي معلوم يعني معناها ده يقول لي اكتب معادلة القطع الناقص وعوض كل شيء مكانه واستخرج الواي من هو هذا الواي الواي يمثل الارتفاع هنا اذا من اريد اكتب معادلة القطع الناقص راح يصير اكس تربيع على اي تربيع زائد واي تربيع على بي تربيع يساوي واحد سوف نبدأ بالتعويض زين الاكس هو 6 تربيعه راح يكون 36 الاي هو 12 تربيعه راح يصير 144 زائد الواي اني اريده راح يبقى واي تربيع البي هو 9 تربيعه 81 يساوي 1 زين من اجي اقسم 36 على 144 هذه بيها ربع يعني راح يصير 1 على 4 يساوي واي تربيع هنا عفوا واحد على أربعة زائد واي تربيع على واحد وثمانين يساوي واحد أحول الربع إلى الطرف الآخر واحد ناقص ربع هو ثلاثة أرباع إذن رح يصير عندي واي تربيع على واحد وثمانين تساوي ثلاثة على أربعة بجذر التربيع للطرفين رح يصير عندي واي على تسعة يساوي جذر ثلاثة على اثنين طرفين يساوي وسطين إذا معناها الوايش ايش راح يساوي؟ راح يساوي تسعة جذر ثلاثة على اثنين متر إذا هو قال لي السؤال بالأمتار إذا هذا يمثل ارتفاع الجسر في النقطة التي تبعد عن بدايته ستة متر ولكن السؤال سميته سؤال جميل ولكن اتوقع ان يكون السؤال اكثر جمالا اذا عاد مره ثالثه بالوزاري اذا اجى بالوزاري للمره الاولى بال 2014 تكرر في سنه لاحقه بنفس الفكره وراح تشوفه هسه من خلال شاشه الموزابوك وان شاء الله يكون في سنه لاحقه السؤال اكثر جمالا شلون؟ يعطيني نفس المعلومات، يقول لي البعد بين نهايتيه 24 متر، ارتفاع الجسر 9 متر، جد ارتفاع الجسر في النقطة التي تبعد عن بدايته 7 متر. أكرر في النقطة التي تبعد عن بدايته 7 متر، شو تقول لي هذه النقطة إيش راح تصير هنا؟ أريدك تفكر لمدة ثلاث ثواني وقل لي وراح أسمعك. إذا قال لك في النقطة التي تبعد عن بدايته سبعة متر إذا سمعت نوعين من الآراء النوع الأول يقول لي هذه النقطة راح تصير سبعة واي النوع الثاني راح يقولون خمسة واي إذا عزيزي أصحاب الرأي الأول مو دقيقين لازم يركزون على السؤال بشكل جيد باوعني هنا في النقطة التي تبعد عن بدايته 7، راح أقول 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، يعني راح أوصل إلى هنا، زين هذه النقطة شنو الإحداثي مالتها؟ هو إحداثي النقطة من وين ينحسب؟ إحداثي النقطة ينحسب من نقطة الأصل، يعني راح أقول هذه النقطة شنو الإحداثي مالتها؟ 1، 0، 2، 0، 3، 0، 4، 0، 5، 0، لذلك من أسوي هذا الارتفاع راح أسويه 5 واي مو سبعة واي إذا قال لك في النقطة التي تبعد عن بدايته ثمانية متر أني راح أقول له أربعة واي إذا قال لي عن بدايته تسعة متر أني راح أقول له ثلاثة واي إذن إذا إذا قال لي عن بدايته أو عن نهايته نفس الشيء الحساب نفس الشيء هسه هذه شنو بداية الجسر لو نهاية الجسر كيفك شو تريد تسميها سميها سميه. فإذا قال لي عن بدايته أو عن نهايته قد راح تطلع قيمة أي فالقيمه اللي راح تكتبها هنا مكان الاكس تطرحها من الاي يعني الاي 20 وقال لك 11 انت تقول له الاكس 9 اما اذا قال لك جد ارتفاع الجسر في النقطه التي تبعد عن مركزه 7 اذا قال لك عن مركزه 7 السبعه تبقى 7 وال8 تبقى 8 والتسعه تبقى 9 اذا ارجو ان تكون هذه الصوره واضحه خلينا نشوف السؤال تكرر بالوزاري مره اخرى شويه غير بالوصف ما السؤال لكن الاسلوب يبقى على حاله ارجع وياي الى الموزابوك حتى نشوف السؤال الثاني شلون اجى الوزاري اعزائي ان شاء الله تكون صوره السؤال وطريقه شرح السؤال واضحه لديكم بالشكل الجيد والحل التفصيلي لهذا السؤال تشاهدونه امامكم والملاحظات التي وردت في السؤال ايضا مكتوبه ولاحظ ماذا سيكون هنا عام 2017 دور ثالث تطبيقي داخل العراق جابوا نفس السؤال ولكن بتغيير الوصف جداريه على شكل نصف قطع ناقص طول قاعدته 24 متر واعلى نقطه نقطة ارتفاع لها تساوي 9 متر جد ارتفاع العمود الموضوع على بعد 6 متر من بداية قاعدته اذا بالضبط نفس الفكرة ارجو ان تقرا الملاحظة بشكل جيد والملاحظة تم ذكرها قبل قليل ولا باس بقراءتها لتكون الصورة واضحة لديكم وننتقل الى السؤال الاخر والسؤال 2015 دور اول جد المعادلة القياسية للقطع الناقص الذي مركزه نقطة الأصل وبؤرتاه موجب سالب خمسة صفر يعني معناها السي معناها السي تساوي خمسة والموقع سينات ويطول محوره الكبير 12 وحدة إذا من الأسئلة السهلة جدا 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 وأعتقد أن ما كان مقدر له أن يكون السؤال باستخدام التعريف وقد تم تخفيف السؤال على الطالب بشكل كبير علما ان الطالب الذي استخدم التعريف في حله يعطى درجه كامله وننتقل الى سؤال اخر عام 2015 دور ثاني جابوا سؤال ايضا سهل جدا جدا وقالوا معادله قطع ناقص بؤرتاه تنتميان الى محور الصادات ومساحته 32 باي والنسبه بين طولي محوري 1 على 2 الفكرة الوحيدة اللي موجودة بالسؤال بأن هذه النسبة بين طولي محوريه ما طول البسط أصغر من المقام فهو 2B على 2A طلعنا أي بدلالة B ومساحة القطع الناقص أيضا بي باي تساوي 32 باي عوضنا الواحدة بالأخرى وانتهى السؤال والسؤال يعد سهل جدا جدا. أود الإشارة إلى أن السؤال اللي موجود عام 2017 دور ثالث أحيائي داخل هذا السؤال ربط بين الفصل الثاني والفصل الثالث لذلك سوف يؤجل الان هذا السؤال لانه يعتمد على معلومات كثيره سناخذها في الفصل الثالث لاحقا ان شاء الله اذا سنعود الى هذا السؤال عندما نتحدث عن الفصل الثالث اما عام 2005 دور ثاني كان السؤال ايضا لا يخلو من بساطه شديده قطعين مكافئين كل واحد اجي افصخه حتى اطلع البؤره مالته البؤرتين طلعت ثلاثة صفر سالب ثلاثة صفر وده يقول لي هما بؤرتي القطع الناقص اذا معناها السي تساوي جد آه السي تساوي ثلاثة آه وده يقول لي طول محوره الصغير يساوي عشرة اذا صار عندي السي معلوم وصار عندي البي معلوم وبحلال المشاكل نستخرج قيمة اي واجي اكتب المعادلة، السؤال الاخر سؤال عام 1999 دور ثاني من الاسئلة المهمة جدا لذلك سوف اقوم بشرح هذا السؤال من خلال السبورة الاعتيادية فكونوا معي اعزائي. قبل الانتقال إلى السبورة الاعتيادية احبائي اوجه باسمكم رسالة حب إلى أستاذي ومعلمي الاستاذ الكبير كامل موسى الناصري وهو من تعلمت الرياضيات على حقيقتها على يديه وكل الامور التي تسمعونها والمعلومات التي تتلقونها اذا هذه الامور تعلمتها قبل سنين كثيره على يد هذا الاستاذ الكبير وعندما التقيت به قبل ايام نتيجة مروره بوعكه صحيه وتبريكه لسلامته قال لي شكرا لتسارع قدومكم قلت له انه التعجيل يا معلمي اذا نذهب معكم اعزائي لمشاهده الشرح التفصيلي للسؤال. عام 1999 من الاسئله السهله نسبيا والسؤال ربط القطع المكافئ مع القطع الناقص. السؤال يقول جد معادلة القطع الناقص الذي إحدى بؤرتيه بؤرة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل وبؤرته تقع على محور السينات ويمر بالنقطة ثلاثة اثنين إذا معناها شنو؟ معناها هذا يقول لي احسب لي بؤرة المكافئ إيش قد راح تطلع بؤرة المكافئ؟ هي نفس بؤرة القطع الناقص زين إذا مر القطع المكافئ بنقطة فإنها تحقق معادلته النقطة وين صايره؟ ثلث اثنين صايره بالربع الاول وإذا يقول لي البؤره تقع على محور السينات اذا لو ردت ارسم فد توضيحي النقطه بالربع الاول والبؤره تقع على محور السينات بالتاكيد رسم القطع المكافئ راح يكون يمنع اذا انا راح ابدي بالسؤال بالقطع المكافئ راح اقول واي تربيع تساوي 4 بي اكس اذا مر القطع المكافئ بنقطه فانها تحقق معادلته راح اعوض مكان الاكس ثلث ومكان الواي 2 يعني راح يصير عندي 4 أربعة تساوي 4p أربعة في 4p في ثلث، إذا راح أعوض بمكان الاكس 1 على ثلاثة، لو ردت أضرب المعادلة كلها في 3 راح يصير 12 تساوي ماذا؟ 12 تساوي 4p، يعني معناها الp تساوي 3، هذا وين؟ إذا هذا الشغل كله بالقطع المكافئ. اذا اذا كانت البي تساوي 3 يعني راح يصير عندي واي تربيع تساوي 12 اكس السؤال حينها قال لك جد معادلتي القطعين المكافئ والناقص يعني شنو معناها لا تنسى ان تكتب معادله القطع المكافئ خلصنا من معادله القطع المكافئ اذا هذه تمثل معادله القطع المكافئ زين البي تساوي 3 البؤرة تقع على محور السينات الموجب إذا رح أجي أقول الأف هي ثلاثة صفر إذا هذه تمثل بؤرة القطع المكافئ ده يقول لي بالسؤال جد معادلة القطع الناقص الذي بؤرتاه أو إحدى بؤرتيه هي بؤرة القطع المكافئ إذا معناها رح أقول موجب سالب ثلاثة صفر إذا هذه شو تمثل هذه تمثل بؤرتي القطع الناقص يعني بسهولة راح استنتج ان السي تساوي ثلاثة وموقع البؤرة هو محور السينات اذا هذه المعلومة الاولى بالسؤال انتهت المعلومة الثانية ده يقول لي هذا القطع الناقص النسبة بين طولي محوري خمسة على أربعة اتعلمنا سابقا النسبة بين طولي محوريه اذا كان البسط اكبر من المقام اسميها 2a على 2b. اذا كان البسط اصغر من المقام يعني لو كانت 4 على 5 راح اسميها 2b على 2a اذا ده يقول لي النسبة بين طولي محوريه 5 على 4 اذا 2a على 2b تساوي خمسة على أربعة اثنين ويا وي اختصرها طرفين يساوي وسطين راح يصير عندي خمسة بي تساوي أربعة أي يعني معناها البي تساوي أربعة أي على خمسة هذه معادلة رقم واحد وتقدر تقول لي أي تساوي خمسة بي على أربعة متعلمين سابقاً شوكت ما كانت عندي معادلة بدلالة اثنين وكان ثالثهم معلوم اذا المعادله رقم اثنين راح تكون حلال مشاكل اعتقد انتم تحجون قبلي إذن اذا اذا كنت متابع الاجزاء التسعه السابقه كل الاسئله الوزاريه دا اطرحها انا متاكد كثير من عندكم دا يحكي قبلي في حين بعض الطلاب اللي قارين بس اسئله الكتاب يشوف الأسئلة هذه الوزارية صعبة جدا ده يقول ما موجودة بالكتاب يعني أسئلة إثرائية عزيزي لا تسمع بكلمة إثرائي الإثرائي معناها منهجي لكن بأفكار متداخلة هذا الإثرائي لا أحد يقول لك الإثرائي لا تقرأ الإثرائي اقرأ الخارجي لا تقرأ الأفكار الخارجية اللي ما موجودة بالكتاب أنا أقول لك لا تقرأها تريد تطلع عليها بس لا تركز عليها من أقول لك أسئلة إثرائية أقصد بها أسئلة منهجية ولكن تركيب الأفكار يعاد ترتيبها مرة أخرى إذا B تساوي أربعة أي على خمسة معادلة رقم واحد رقم اثنين راح يكون أي تربيع تساوي بي تربيع زائد تربيع هذه معادلة رقم اثنين وراح أعوض واحد باثنين شرح يصير عندي الاي تربيع بقت على وضعها يعني معناها اي تربيع يساوي ان مكان البي تربيع راح اكتب 16 اي تربيع على 25 ان مكان السي تربيع راح اكتب 9 شو اسوي هسه؟ راح اضرب المعادله كلها في 25 للتخلص من المقام يعني راح يصير 25 اي تربيع تساوي 25 ويا ال 25 اختصرناها صارت 16 اي تربيع زائد 9 في 25 هو 225، احول ال 16 الى الطرف الاخر راح يصير عندي 9 اي تربيع تساوي 225، يعني معناها الاي تربيع تساوي 25، اذا معناها قيمه الاي تساوي 5، هسه راح اجي اعوض بالمعادله رقم واحد هي الاسهل اذا معناها البي تساوي اربعه صار عندك الاي معلومه البي معلومه البؤره تقع على محور السينات اذا معادله السينات اكس تربيع على اي تربيع خمسه وعشرين زائد واي تربيع على بي تربيع سته عشر يساوي واحد اذا هذه تمثل معادله القطع الناقص اكيد راح تقول لي اني ما اريد التزم بالطريقه اللي شرحت بها اني راح احل السؤال بنفسي واطلع نفس الجواب لكن ما راح اقول بي تساوي راح اقول اي تساوي خمسة بي على أربعة اريدك تتاكد بنفسك يطلع نفس الجواب لو لا اذا نرجع وياكم الى الموزابوك ونشوف ايش عندنا بعد اسئله وزاريه على هذا الموضوع إعادة نشر الحل الكامل لهذا السؤال أعزائي كما شاهدتموه من خلال السبورة الاعتيادية والجواب أكثر بي على خمسة وعشرين زائد واي تربيع على عشر يساوي واحد التنبيه المهم جدا في السؤال السابق إذا كان النسبة بين طولي محوري القطع الناقص أربعة على خمسة سيكون اثنين بي على اثنين أي إذا سوف ننهي هذا الجزء الجزء العاشر بقى لدينا عدد اخر من الاسئله الوزاريه الخاصه بالقطع الناقص والقطع المكافئ معا وسنعرضها في الجزء الحادي عشر ان شاء الله اذا تابعوا هذا الجزء وتابعوا الاجزاء اللاحقه واعزائي استودعكم بامان الله وحفظه